استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر السفرية هذا اليوم الجنرال المتقاعد أنتوني زيني المبعوث الخاص لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية والسيد تومثي لندر كينغ نائب مساعد وزير الخارجية لشبه الجزيرة العربية مكتب شؤون الشرق الأدنى بمناسبة زيارتهما للمملكة في إطار جولتهما الحالية في عدد من دول المنطقة. واستعرض الملك المفدى مع المبعوثين الأمريكيين العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها على كافة المستويات، معربا جلالته عن اعتزازه بهذه العلاقات التي تمتد لسنوات طويلة من التعاون الثنائي المشترك في كافة المجالات لما فيه خير البلدين وشعبيهما الصديقين. كما جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأحداث في المنطقة والأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.